أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. رغم الحصار المفروض على قطاع غزة، تمكن الشاب فتحي أبو غرابة من تحقيق حلمه بصناعة سيارة رياضية تختص بالسباقات وتسلق الجبال الرملية والصخرية في منزله المتواضع وبإمكانيات بسيطة. وقال أبو غرابة إن تحقيق هوايتي بعالم السيارات لم يكن سهلا، حيث تستغرق صناعة السيارة الواحدة قرابة 6 شهور بسبب شح المواد وصعوبة توفرها، هذا وتبلغ تكلفتها نحو $3,000. نظمت الرابطة الوطنية للقرآن الكريم في تونس حفلاً لتوزيع الجوائز على 37 فائزاً بمسابقة لحفظ القرآن الكريم، وحصل على المرتبة الأولى في المسابقة الحافظ محمد معرف، فيما حل حسن الغذيفي ثانياً وأوس الصيادي ثالثاً. وقال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم خلال الحفل إن هذه المناسبة بمنزلة تكريم لهؤلاء الشباب واعتراف بمجهوداتهم التي بذلوها في حفظ القرآن والعناية به. وأفاد رئيس الرابطة محمد مشفر أن الرابطة ستواصل منهجها في نشر مبادئ الإسلام السمح، وستحافظ على سنة تحفيظ القرآن. أنجبت امرأة مالية 9 مواليد بعد جراحة قيصرية في المغرب، حيث تم إرسالها إلى هناك لتلقي الرعاية الصحية الخاصة بموجب أوامر حكومية لعدم توفر المعدات الكافية للتعامل مع هذا الحمل النادر للغاية. هذا وأعلنت وزارة الصحة المالية أن السيدة حليمة سيسي البالغة من العمر 25 عاماً قد أنجبت الأطفال 9 وهم 5 إناث و4 ذكور، ويتمتع جميعهم بصحة جيدة. مع الحاجة المتزايدة للمنازل وارتفاع كلفتها، ابتكرت شركة إيطالية طريقة جديدة لبناء المنازل من الطين عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وبتكلفة منخفضة. وقال القائمون على المشروع: قد يبدو من الغريب أن نبني منازل من الطين، لكننا أصحاب رؤية طويلة الأمد، والوسائل ستكون أفضل وأسرع. وأكد أن الكتلة الكبيرة للجدران تخلق عازلا حراريا، وبما أن الطين يمتص الرطوبة فإنه ينتج عن ذلك متوسط ثابت للرطوبة. لجأ سائق التاكسي التركي عمر أفاتكتش إلى ارتداء زي باتمان الشهير لرسم البسمة على وجوه زبائنه في ظل جائحة كورونا. تكتش البالغ من العمر 27 عاماً يواصل عمله مرتدياً زي باتمان في مشهد يلفت انتباه من حوله بولاية مرسين. وقال تكتش إنه لجأ إلى ارتداء زي باتمان لإسعاد الناس في مرحلة يعانون فيها من مختلف ضغوط الحياة، لا سيما التحديات الناتجة عن وباء كورونا. إلى جانب ارتدائه الزي المذكور، يقوم تكتاش بالتطوع لتلبية احتياجات الأشخاص الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم من جراء الحجر الصحي. افتتح أول مطعم ذكي في العراق بمدينة كربلاء مستخدماً أحدث الطرق الذكية في تقديم الوجبات الغذائية. ويقول مصطفى المختار صاحب المطعم إن فكرة المشروع جاءت لتوفير أجواء صحية للزبائن وتحقيق التباعد الاجتماعي بعد عودتهم من تناول وجبات طعام خارج المنزل. وأضاف المختار أن طلب الوجبات يتم عن طريق الشاشة الذكية الموجودة على الطاولة، وبعد إرسال الطلب إلى المطبخ يتم إعداده وتقديمه للزبون عن طريق الروبوت.
أقدم فاعل خير تركي على شراء دفاتر الديون المترتبة على زبائن محلات بقالة في 3 أحياء بولاية قرابوك شمالي البلاد، وقام الشخص الذي فضل عدم الكشف عن هويته بزيارة 10 محلات في 3 أحياء وشراء دفاتر المستحقات واحتساب قيمتها ودفع ديون الزبائن. كما علق فاعل الخير عبارة لم يبقى دين على أي أحد على واجهات تلك البقاليات، ومن ثم غادر المنطقة بعدما سدد ديونا بقيمة 30,000 ليرة تركية. عرض متحف ولاية جروم شمالية تركيا قلادة ذهبية تضم صورة منقوشة يذكر أنها تجسد السيد المسيح، ويقدر عمرها بنحو 1500 عام. هذا وعثر على القلادة النادرة خلال أعمال تنقيب غير مرخصة في مدينة جروم. وقال خبير الآثار رسول إبيتش إن القلادة تعد من أثمن مقتنيات المتحف، فهي تضم صورة منقوشة على حجر الدر النجفي، ما يجعلها قطعة فريدة من نوعها. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10,727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. يحول الفنان التركي إركان كوتشوك المواد الزجاجية المتروكة لإعادة التدوير بولاية كوتاهيا إلى لوحات بديعة عبر رسمه أشكالاً فنية بالخط الكوفي وغيرها. كوتشوك البالغ من العمر 36 عاماً قال إنه كان معجباً منذ طفولته برسومات الخط العربي والكوفي، منها على وجه الخصوص التي تزين المساجد. بدأ كوتشوك تعلم الرسم على الزجاج المجهز لإعادة التدوير منذ 2 من خلال مشاهدة مقاطع تعليمية مصورة عبر الإنترنت، وأوضح أن بعض اللوحات قد تستغرق 10 أيام من العمل المتواصل حتى تكتمل، لكنه يجد سعادة كبيرة عندما استطاع تحويل قرابة 2 طن من الخردة والزجاج إلى أعمال فنية يتم إنارتها بشكل جميل لتزين ساحات المساجد المنتشرة بالمدينة. كوتشوك يخطط حالياً لافتتاح معرضه الشخصي الأول في المستقبل القريب، وهو حريص على تعليم هذا الفن النادر للآخرين.
شاهد الله. اصحى يا نايم، العمر مو دايم. وحد الله يا يعقوب. اصحى يا نايم، العمر مو دايم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة من حلقات الأمراض التي تخص العظام. كثير من الناس اللي بيترددوا على عيادة العظام بيجيب شكوى، والله جسمي كله أو عضلات جسمي كلها بتنقح علي، أو حاسس والله عظمي كله بضرب علي، يعني جسمه بالكامل، مفاصلي يا دكتور والله بتألمني، مفاصل إيدي رجلي راسي رقبتي أسفل ظهري. لما يجيني مريض بالشكل هذا على طول مباشرة أنا بأشك أنه يكون عنده نقص في فيتامين دال، وأيضا كمان ممكن يكون عنده نقص في فيتامين B12. طيب هالأشياء هذه كيف بنعرف؟ على طول مباشرة بنعمل تحليل بنجد أنه مثلا نقص في فيتامين دال. طيب ما هو العلاج؟ يعني في أكل أو مأكولات كثيرة فيها فيتامين دال، لكن هل هو يصل إلى الكمية الكافية لأجل أنه والله يعوض تعويض المريض بحيث أنه يتماثل إلى الشفاء؟ أنا بقولكم ما زال لحد الآن لا يصل إلى مستوى الشمس الطبيعية، خاصة في بداية النهار اللي هي موجود فيها ما يسمى بالألترا فيولت ريز، اللي هو أشعة فوق البنفسجية أو الأشعة اللي فوق البنفسجية اللي على طول مباشرة تسقط مباشر على الجلد وبتحفز فيتامين دال الغير نشط اللي موجود تحت الجلد بحيث يبدأ نشط، ومن ثم يدخل في عملية أيض الكالسيوم أي الاستفادة من كميات الكالسيوم اللي موجودة في داخل الجسم، بحيث والله لأنه الكالسيوم مهم للعضلات والعظام والأعصاب. عشان هيك المريض بيجيني بيقول لي والله ما جسمي كله حاسه بألمني، عضلاتي كلها بتنجح علي، عظمي كله حاسه أنه في ألم، مفاصلي كلها بتضايقني. ليش؟ لأنه إيش بيخش في كل هالأشياء هذه في العضلات والعظام والأعصاب. فلذلك الحل المباشر تعرض المريض إلى الشمس، وخاصة الشمس الصباحية إلى الساعة 12 الظهر، لأنه بعدها لن يستفيد من أشعة الشمس. طيب لنفترض المريض بتعرضش، وغالب الناس للأسف الشديد بتظل من الساعة 7 الصبح في العمل إلى الساعة 7 مساء. طب شو الحل؟ الحل انه نعطي دواء اللي هو ما يسمى بفيتامين دي 3، هذا هو في الحبوب وفي الأمبولات او الابر. الابر ممكن انه ياخذها في العضل وممكن انه يكسرها ويشربها. طبعا الجرعه الاوليه لما يكون عنده نقص في فيتامين دال، الجرعات الاوليه عباره عن 6 ابر، كل اسبوعين بضرب ابره في العضل. هذا أولا. ومن ثم بعد الثلاث شهور الأولى من العلاج وأخذ الدواء بصير كل شهر يأخذ أمبول. تمام. وبالنسبة لفيتامين B12 أيضا يعوض بالأمبولات B12 أو فيتامينات B المركبة، سواء B1 B6 B12، هذه كلها مهمة وخاصة للأعصاب، فلذلك تعطى في العضل كل يوم أو كل يومين فترة أسبوعين أو 3 أسابيع إلى أن يتماثل المريض إلى الشفاء. وجزاكم الله كل خير.